تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقد قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف وعضو مجلس النواب ممثل الدائرة الأولى في محافظة العاصمة سعادة النائب عادل العسومي ورئيس مجلس أمناء العاصمة صالح طرادة بزيارة إلى مجمع 307 بمنطقة الحورة، وذلك للاطلاع على مشروع إنشاء حديقة الحورة. وأوضح الوزير خلف خلال الزيارة الميدانية إلى موقع إنشاء الحديقة، أوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، وأنه تم تصميم الحديقة لتكون متنفسا طبيعيا لسكان المنطقة. وأكد خلف أن جميع المشاريع ذات الطابع الخدمي التي تعنى بتطوير البنى التحتية والمرافق والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة في شتى المجالات في مناطق البحرين تقدم من أجل المواطنين وبناء على احتياجاتهم. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تتواصل هذه الزيارات الميدانية إلى مختلف المناطق في كافة محافظات المملكة. وسرني اليوم أن أنا أتواجد في منطقة الحورة بمعية سعادة النائب عادل العسومي النائب المنطقة وأيضا رئيس مجلس أمانة العاصمة الأخ صالح طرادة، ولقاء الأهالي في هذه المنطقة والتعرف على المتطلبات الخدمية والتي تركزت خلال هذه الزيارة على الخدمات البلدية المتمثلة في إيجاد في بناء حديقة إلى هذه المنطقة وملاعب للأطفال وأيضا مواقف للسيارات وصيانة الطرق الداخلية في هذه المنطقة. من خلال مشاريع أمانة العاصمة سوف تتم في الفترة القادمة بناء هذه المرافق لخدمة أهالي المنطقة والعوائل في هذه المنطقة. تم تقديم له صورة متكاملة عن الاحتياجات الفورية والاحتياجات العامة، والوزير ما قصر، أبدأ استعداد وأبدأ ووجه بتلبية الاحتياجات الفورية. طبعا احنا بدورنا نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه التوجيه الكريم الذي يأتي استجابة من سموه لمطالبات الأهالي واحتياجاتهم، ويؤكد على حرص الحكومة الموقرة في توفير العيش الكريم للمواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية لتؤمن بقاء المواطنين في مناطقهم، بالذات أن نحن نمثل مناطق عريقة تمثل امتداد مهم لتاريخ البحرين.